مركب رياضي شارع مولاي يوسف. هذه المعلمة التي تم تأسيسها سنة 1980 في إطار العام الأرضي المتوسط، والتي أراد المسؤول المديري إلا أن يحييها مع إحياء قانون التربية المدنية 309 الذي أتى بمجموعة من الضوابط القانونية حول المكتب المديري كنادي بلدي، النادي الوحيد المتعدد الرياضات في هذه المدينة، أراد أن ينضبط للقانون ولا شيء غير القانون. السيدة الرئيسة، السيد مدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة قطاع الرياضة، السادة أعضاء المجلس الجماعي المدينة على جميع المستويات وعلى مجموعة من الرياضات، الكلمة لسيد رئيس النادي البلدي، رئيس مكتب المدير للنادي البلدي سيد محمد جمالي. شكرا تنشكروا محمدية اللايف والوطنية على الحضور ديالهم في هذا اليوم اللي هو الحدث كان إصلاح النادي، اللي هو عرف واحد الإصلاحات جدرية على مستوى المرافق وعلى مستوى القاعة على مستوى أنه مستقبل غيكون الملعب ديال النادي. كما شفتوا أنه كان الحضور، كانت المدير الإقليمي للشباب والرياضة اللي هو واسع القطاع، رئيسة المجلس الجماعي والمستشارين والنواب اللي محاضرين معنا في هذا السميتو. كما قلت السي أحمد، كاين إصلاحات على مستوى المرافق الصحية ولا على مستوى الفضاءات، ولا لأنه أصبح نادي اللي خاضع للشروط، هي كاينة مراقبة بواسطة الكاميرات المثبتة، وذلك اللي أمن واطمئنان المرتفقين النادي. هذا هو ما كاين الإصلاحات على ثلاثة ديال الأشطر. الشطر الاول هو كما شفتوا انا عارف اصلاحات ديال الفضاءات وديال القاعات وديال الاداره وديال المرافق الصحيه. الشطر الثاني اللي هو اصلاح ديال الملعب، ملعب ديال النادي البلدي اللي غيكون فيه جوج ديال الملاعب، ملعب معشي وشباب بواسطة العشب الاصطناعي، وكذلك واحد ملعب اللي غيكون قدرو اللي غيكون كرة اليد وكرة الطائرة. احنا دايرين واحد المجهود، بادين واحد المجهود بمساعدة الجميع، لا منتخبين ولا السلطات المحلية ولا مجتمع مدني، انه باش نحاولوا نوصلوا للمبتغى ديالنا ان شاء الله. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اليوم كما تتشوفوا هو حضرنا لافتتاح القاعة المتعددة الاختصاصات بالنادي البلدي بعد الاشغال ديال التهيئة اللي عرفتها مجموعة ديال الاصلاحات لهذا المقر ديال النادي البلدي. والحمد لله نحن كمجلس سعداء بهذه الاصلاحات اللي قاموا بها، لان غادي تمكن واحد المجموعة من الخريطين على استئناف انواع الرياضات اللي يمارسوها في هذا النادي البلدي بكل أريحية وفي أجواء وظروف اللي جد مستحسنة وأفضل من قبل. تنتمنوا لهم التوفيق للإخوان المسؤولين على النادي البلدي، وتنأكدوا على الدعم ديالنا والإسناد ديالنا لهم في جميع المراحل بإذن الله ديال استكمال الأشطر المتبقية من الإصلاحات بإذن الله. رئيس مكتب المديري للنادي البلدي، أولا شكرا للمنابر الإعلامية على متابعتهم اليومية لأي جديد في مدينة المحمدية. اليوم نحن بصدد افتتاح واحد معلمة اللي هي رياضية في حلة جميلة وجديدة. النادي البلدي تأسس كما جاء في الكلمة ديال الأخ العسولي في الثمانينات 82-83 واحد السياق ديال تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتعاقبت عليه أجيال في التدبير وكانوا ممارسين إلى آخره. اليوم حنايا مفروض فينا نضمنوا الاستمراريه للخلف السلف عفوا في افق ان شاء الله يكون عندنا خلف في المستوى. اليوم في هذه الحله هذه بغينا باش نوفر واحد الفضاء رياضي يكون مناسب للطموحات ديال الساكنه، فضاء جميل في كيف يكونوا الوليدات، فين يكونوا الاباء ديالهم بمختلف يعني انواع الرياضات اللي تيمارسوها. اليوم فقط غير افتتاح رسمي، وانتم كيف شفتوا بعض المرافق اللي الان هي وجدنا، ولكن كاين تصور مستقبلي انه تكون اشياء اخرى من ضمنها مثلا ملعب
بفحول بسنتيتيك، يكون تيران سنتيتيك، غادي تكون كذلك مقصف بالنسبه للزبناء ديال النادي وبالنسبه للممارسين ديالو، غادي تكون بعض الاكشاك اللي هي تجاريه اللي غادي تكون دعم المورد ديال النادي البلدي. احنا اليوم تنسعاو كمكتب مديري اولا بفضل المجهودات ديال المجالس كلها والمجلس الحالي والسلطه المحليه والمنابر والاعلام المحلي انه ان شاء الله نرتقيو بالنادي البلدي الى مستوى تعاون وطني ودولي. حنا الان في الجامعه عندنا قسم الشراكه والتعاون المركزي، بالمناسبه تنوجه واحد الشكر جزيل للسيد نائب رئيس المكلف بهذا القطاع هذا، لانه ما فتئ انه يؤكد على تضامنه ووقوفه بجانب النادي البلدي باش يمكن نربطوا علاقات تعاون لا مركزي مع مؤسسات ومع جمعيات رياضيه على المستوى الدولي والملا، وكاين تصور باش نخرطوا في البعد الملكي السامي انه نكون افريقيا كذلك هي الوجهه المقبله، لانه افريقيا خصها انه تنمي راسها، ومحمديه هي بحمولتها وبتاريخها وبرصيدها الرياضي، وما حضر اليوم السي احمد فراس اول كره ذهبيه الى تتويج الاداء الرياضي في مدينه المحمديه، وكذلك اعتبار كبير لنا حنايا كمسير لهذا النادي، وتنتمنى يكون الخيرات ديال الجميع، وشكرا للمنابر الاعلاميه وشكرا على متابعتكم والتفاتتكم.